وتفكروه نعم بجانب الطبيب نعم وبجانب العامل صح اللي يعمل في المستشفى، فمعنى انه فيه اعتبار وفيه تقدير لعامل النظافة، وهذا ربما الجانب المعنوي تاعه يرتفع. يرتفع اكثر من شيء نقدروا صح نعطيه له كمنحة. كمنحة. والعمال يعني هم يتقدموا بالشكر تاعهم للسلطات العليا في الجزائر، بداية من السيد رئيس الجمهورية، وحتى السيد والي الجزائر يعني قام بمجهود في الحقيقة يشكر عليه، نعم يعني ويشكر عليه بحيث قدم مساعدات مشكورة نعم بالنسبة لعمال المؤسسات، ونذكر بصفة خاصة عمال مؤسساتكم، ومازال فيه قلت مجهودات اللي راح تتقدم أيضا في خدمة العمال، سواء من حيث كما قلت الوسائل اللي راح تساهم في ترقية العمل والشغل وحماية العمل، أو في الإطار العام نتاع المسيرة المهنية للعمال. نعم وفي ففيه الحديث، أمور كثيرة يعني يستفادوا منها إن شاء الله العمال، ورايحين يزيدوا يستفادوا منها إن شاء لكن الله. مؤخرا نشاهد أن أعمال أعوان نات كوم في كل مكان، هل تم يعني استقدام عمال جدد لمواجهة هذا الوباء ومواجهة العمل عملهم اليومي، بما أن العمل كثر من ذي قبل؟ لا، هو ما فيهش استقدام، هو فيه نفس الفرق ونفس العمال ونفس المصالح، وإنما الشيء اللي زاد هو الجهد، الجهد. نعم هو الجهد والاجتهاد، بحيث العمال تاعنا والإطارات وكل الناس اللي يعني يشاركوا في العملية يزيدوا من الجهد نتاعهم اليومي. فيه ناس كثير اللي اليوم راهي ما تمشيش لبيوتها صح يعني إلا ساعات قليلة، فيه ناس لا يتخرج في الصباح الباكر واللي يتوخر في الليل خدمة للمواطن. للمصلحة العامة، نعم والناس يعني ما ينتظروا لا جزاء ولا شكر، نعم وإنما فيه وقفة تاع رجال، أنه فيه مسؤولية وفيه نداء تاع واجب وضمير اللي الحمد لله شفنا الناس واقفين، ما كانش اللي قال أنا ما نخدمش ولا ما نمشيش نعم ولا نروح البيت نتاعي، نعم فهذا شيء يعني مفرح ومبهج في الحقيقة. وفي هذا الصدد سيد بالعلي، هل تم تسجيل إصابات وسط الأعوان؟ لا الحمد لله، الحمد حتى لله اليوم ما فيش إصابات، وإن شاء الله ندعي ربي إن شاء إن الله شاء باش الله يا رب. يستر الجميع إن شاء الله، باش ما تكونش فيه إصابات، وإحنا نبذل أقصى جهودنا باش إن شاء الله نتفاداوها. بل بالعكس العمال تاعنا ما يخفاكمش باللي مشاو حتى بمبادرة على كل حال تاع ولاية الجزائر، نعم السيد الوالي خذا قرار حتى مساعدة الولاية تاع البليدة. البليدة، نعم وبحيث العمال قاموا بعمليات تعقيم وعمليات غسل في كثير من الأحياء والبلديات التابعة لولاية البليدة، البليدة. نعم والحمد لله العملية مرت بسلام يعني، وهذا بفضل يعني الشجاعة تاع العمال تاعنا، يعني هذا هو نعم الشيء نقدر نقوله. يعني كانت بصفة تلقائية. نعم وكيف تعاملتم مع هذا الوضع في ولاية البليدة؟ نعرف أن بؤرة مرض فيروس كورونا، بؤرة الوباء هناك بالبليدة، يعني كيف استقبل وكيف تجاوب معها العمال؟ أنا قلت لك العمال يعني مازال ربما ما وفيتهمش حقهم في الشكر، نعم. فهذا جزء من الشيء اللي العمل قاموا، الذي يعني استجابوا للنداء نتاع السيد الوالي ومشاو وقاموا بالعمليات، قلت الحمد لله يعني كانت سالمة وغانمة، لكن العمليات كان عندها تأثير وأثر كبير في عند المواطنين، والعمال حسوا روحهم باللي قاموا بواجب ماهوش عمل، نعم ماهيش واجبهم مهمة تجاه وإنما الوطن. كانت واجب، والناس قدموه بكل أريحية يعني وبكل قناعة، هم مشكورين عليه. وبالحديث بلغة الأرقام، أين عدد العمال الذي تحصيهم مؤسسة ناتكوم؟ لأنه سؤال الذي يتبادر عبر الفيسبوك، أن نلاحظ أعوان النظافة في كل مكان، كم عدد عمال مؤسسة ناتكوم؟ العمال اللي رانا نشوفوهم يعني نعم اللي فيه ناس نشوفوهم وفيه ناس راهم في الخفاء، نعم فالعمال اللي راهم في الاحياء وفي الشوارع راهم يفوقوا 3500 عامل، والعمال اللي ما نشوفوهمش واللي عندهم دور يعني ما يقلش اهميه نعم
بطبيعة الحال. انهم حوالي 1500 عامل اللي يشوفوهم في الحظائر ويشوفوهم في المصالح الإدارية، مصالح التوجيه والمصالح التقنية والشاحنات، واللي هما لهم يسهروا على يسهروا على مد التوفير. المساعدة والدفع بالعملية انها ما توقفش وانها تتم في شروط وفي ظروف حسنة. نعم. هما ايضا ناس راهم واقفين حوالي وبالحديث عن 1500 عمليات عام. نعم. التعقيم، الأسئلة التي ترد عبر صفحاتنا بالفيسبوك، هل يعني بعد نهاية دوام عمال النظافة يتم تعقيم الألبسة لأنهم سوف يزاولون العمل في اليوم الموالي؟ احنا اليوم بدينا بعمليات تعقيم وغسل الاماكن اللي يتواجدوا فيها العمال من الحظائر او الاماكن اللي يخرجوا منها للعمل، وايضا العامل نفسه، بحيث حاولنا باش نوفروا لهم المواد تعقيمية. التعقيمية وكذلك اعطيناهم القفازات اللي قلت رايح نزيد نعم لحقوا ان شاء الله نعم فيه كميات اخرى راح تلحق بداية من الاسبوع هذا. فيه مؤسسة ولائية ايضا اللي راهي درنا عقد معها بدات تشتغل على الكمامات، الكمامات. نعم بحيث بداية من الغد ان شاء الله زيد توفرنا كميات كافية ان شاء الله باش نقدموها دوريا للعمال. والشيء اللي يبقى اللي مطلوب انه حتى العامل لازم نحاولوا باش نوفروا له كفايه من الالبسه، قلت بدايه ان شاء الله من الايام هذه، باش يعاود يغير الألبسة. هذه الالبسه ويقدر يقوم بالتعقيم العادي، يعني كما هو مطلوب من المصالح الصحيه اللي يقولون لنا به لازم غسل اليدين وغسل الالبسه وغيرها كعمل فردي يعني قبل الدخول إلى ومسؤوليه البيت. فرديه لازم الانسان يقوم بها. إذن هذا أفهم من بغض النظر على شيء قلت لي نقوم به كمصالح. يعني بغض أفهم من هذا أن العامل قبل أن يدخل إلى المنزل يتم تعقيم ويتم تغيير كل الملابس لكي يدخل إلى البيت سالما نعم، معافى. نطلب من العامل، حتى احنا نطلب من العامل كمواطن انه يحرص على الجانب هذا، جيد يحرص على الجانب هذا، ما ينتظرش فقط المصالح جيد. وانما يقوم بالعمليه هذه كمواطن كفرد مسؤول على نفسه ايضا، نعم زياده على ما شيء لازم نقدمه احنا كوسائل للتعقيم والغسل. نعم قبل نهاية الوقت سيد بالعليا، هل بما أن العمال تم تسريح العديد من العمال الذين لا تسمح لهم الظروف للعمل، هل سرحتم بعض العمال؟ احنا العمال اللي يشتغلوا في المهمة الأساسية نعم واللي يشتغلوا في الطريق العمومي حاولنا باش نوفروا لهم وسائل النقل، وسائل النقل باش ما يكونش فيها غيابات، ونسهلوا مهمة الاتصال بالأماكن العمل تاعهم. نعم يبقى المصالح الأخرى اللي يكون صعيب باش نوفروا لهم، على غرار المرضى المزمنين. نعم لا هذا ما فيش نعم شك، اللي عندهم المرضى يعني اللي عندهم أمراض مزمنة أو النساء اللي عندهم شروط كما هو معلوم في المرسوم نعم اللي وجه العملية هذه، نعم ما فيش مشكلة، احنا نلتزموا ونطبقوا الأحكام تاع المرسوم. لكن بغض النظر على هذا فيه عمال أخرين اللي في مصالح أخرى واللي لازم يكونوا متواجدين، فنحاولوا باش نوفروا لهم وسائل النقل ونخلوهم يجوا في ظروف يعني مقبولة، نعم يلتحقوا بالعمل تاعهم. بالعمل. اللي ما يقدروش نحاولوا باش نعوضوهم بعمال آخرين أو نزيدوا في الجهد اللي خلينا نعوضوا نعوضه. الجهد الغائب، يعني قدر ما نستطيع نعم في قدر ما الأخير، نستطيع. هل هناك من رسالة توجهونها للعمال أو حتى للمواطن السيد أحمد بالعلي المدير العام لمؤسسة نتكوم؟ والله بالنسبة للعمال يعني قلت يعني قد ما نشكرهم نقولوا قليل، يعني الشكر والتقدير للعمال الرجال هذو اللي هم ليسوا كالرجال، ونطلبوهم باش يعني ونتمنوا باش نقول لهم صبروا علينا وساعفونا لانه نبذلوا جهدنا يعني قدر المستطاع باش ان شاء الله نكونوا معاهم ورانا معاهم نعم ورانا معاهم. وبالطبع هم يبقى بالنسبه للمواطنين، المواطن عنده دور كبير، دور كبير كما يحمي نفسه هو كفرد لازم يفكر انه يحمي الناس اللي في الخدمه نتاعه. نعم العمال كل المصالح اللي تقدم خدمة عمومية منهم العمال تاعنا من النظافة، فيه مصالح أخرى الصحة تاعهم جزء منها يتوقف
الشروط اللي وفرها المواطن. للمواطن. نعم. المواطن فنتمنى ان شاء الله باش نشوفوا المواطنين تاعنا يساعدوا هذه المصالح ويسهلوا لهم المهمه تاعهم. وتحيه التقدير لعمال النظافه، رجال ليس كذلك شكرا. رجال. شكرا جزيلا لكم سيد احمد بالعلي المدير العام لمؤسسه نتكم، شكرا جزيلا لكم وتحيه التقدير لكم شكرا. انتم ايضا. يعطيكم الصحه. نعم مشاهدينا، ونستكمل بقيه ما تبقى معنا في هذه الساعه الاخباريه، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية، وحيث وسنتواصل معكم إلى غاية الرابعة، وفي الشق الثاني من هذه الساعة الإخبارية سوف نتحدث عن موضوع هام جدا أيضا، وكما سبق وبتعليمات بتوجيهات من رئيس الجمهورية كان الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد قد أصدر تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية ليذكرهم من خلالها بضرورة تطبيق صارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. وهنا لنا حديث عن عمل التجار وقطاع التجارة، ولتفصيل في الموضوع نستقبل السيد سامي قلي المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها. شكرا لكم سيدي على استقبالنا وقبول نعم وقبول دعوة البرنامج معنا. شكرا لكم سيدي. لا شكرا على واجب وشكرا على الاستضافة. نعم شكرا لك. وقبل التفصيل في الموضوع نشاهد هذا الروبورتاج من إمضاء عبد القادر بن غنو ولنا عودة. سمح قرار فتح بعض المحلات التجارية المعفية من الغلق لممارسة نشاطها التجاري أو الخدماتي من الاستجابة لحاجات المواطنين الضرورية من بيع لقطع الغيار أو العقاقير والأدوات الحديدية، تدابير يستحسنها المواطنون والتجار سويا. انا واش راني نشوف؟ انا نشوف بلي الدوله اخذت اجراءات صارمه باش تحارب هذا الوباء، ولو كان ما ديرش هذا الشيء راكو تشوفوا البلدان، اعظم البلدان الناس راهي كيفاش يطيح يتموت. ديجا مثلا صباح ربي انا نط الكروسه فيها بروبليم، قاعد غير ندور للحوسه اللي مغلوق، ما عنديش لابياس اللي يخلص لي. جيت لقيت هذا محلول. كي سمعنا البارح في التلفزيون بالك فتحوا لي بياس دي طاشي والاخر، انا ما عنديش النيميرو تاع التليفون تاعو باش نكونتاكتيه. جيت انا وبابا على ربي لقيناه مفتوح والحمد لله. هل المده تكفي؟ بيسك علاش رانا في ظرف استثنائي ويا المحنه اللي تحت على كل حال على البشريه جمعه. في حين يرى بعض التجار ان المده غير كافيه لتلبيه طلبات المواطنين القادمين من المناطق البعيده. حاجه مليحه كي عاودنا فتحنا باسكو هنا كثرتهم كاع يخدموا، كتعرف كان عندهم خدامين بالجورني كدا وكاع كاريين هنا. بصح المده شغل ثلاثه ولا الزوج تغلق، حنا تفتح تسعه الزوج تغلق، شغل ما فتحناش. كاش واحد خصو حاجه هكذا حاجه خفيفه برك بصح باش بالنسبه للوقت ولا حاجه، يعني الحق وقت ضيق وإنما الله غالب، يعني تحتمت علينا أجل مصلحة مصلحة الجامعة قايتك الناس قايتك. برغم رفع الحظر عن جملة من النشاطات التجارية إلا أن الاستجابة كانت نسبية لضمان الحد الأدنى من الخدمات. سيد سامي قل لي، كما لاحظنا في الروبورتاج الاستجابة كانت يعني نوعية لقبل التجار، ما تعليقكم على هذه الاستجابة وما مدى استجابة أصلا التجار في ولاية الجزائر وكل الجزائر المناطق التي فيها الحجر الجزئي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اولا لازم نعرفوا باللي احنا رانا في ظرف استثنائي، يعني لا. ظروف استثنائية لازم لها إجراءات استثنائية. ساعات العمل ما هي ساعات عادية، لأنه اليوم فيه قرارات تتعلق بأمن وصحة المواطن، تسمى أمن وصحة المواطن تفوت قبل كل اعتبارات. الوضع هذا احنا رانا نكتشفوا فيه يوما عن يوم، يعني جانا فجأة ما عرفناش أوضاع مثل هذه، واللي اليوم راح تسمح لنا باش نصحوا
وباش نعاودوا نشوفوا بعض الامور كيفاش نداركوا النقائص اللي رانا نلاحظوها هنا. لازم ننوه كذلك بعمل تقوم به الخليه المركزيه تحت وصايه السيد الوزير الاول اللي فيها كل القطاعات ممثله، وهي تعمل يوميا يوم نهار، يعني في النهار وفي الليل تباشر اعمالها باش نحاولوا نداركوا كل الامور مهما كانت. الشق اللي يتعلق بالتجاره كما نشوفوا اليوم كاين توسيع لبعض النشاطات اللي شفناها باللي ضروريه على قناعه، لانه شفنا مثلا قطع الغيار، الميكانيك، امور عده لازم تتوفر باش الامور الاخرى يعني تسير بصفه عاديه، لانه اليوم احنا نطلبوا من التاجر باش يفتح باش يضمن التموين العادي والمستقر للمواد الاساسيه. بصح اذا كان ظروف النقل يعني اللي اليوم النقل محدود غير للبضائع، مثلا احتاج قطع غيار ولا حب يغير الزيت ولا حب هذاك، هذيك النشاطات كانت متوقفه واليوم راهي فتحت نسبيا، يعني النسبه راهي بين البارح واليوم راهي في تحسن، يعني نقدروا نلاحظوا حتى في الميدان والناس راهي تباشر في عملها، والناس كانت طالبه يعني الاجراءات فقط الصحيه المحضه هي اللي تخليهم نوعا ما يتخوفوا باش ما تكونش طوابير، باش ما تكونش يعني احتكاك، باش ما ذاك، لانه اليوم كل الاشياء اللي نقوم بها في ظل الاجراءات الصحيه اللي لازم نلتزموا بها، في ظل الانضباط الفردي اللي لازم يكون عند كل واحد فينا. وبموازاتي، هل تم تقديم بعض التوجيهات لهؤلاء التجار قبل اصلا فتح هذه المتاجر؟ شوف، قبل ما نقدرش نقول لك باللي قدمت، لكن هم معنيين كما اي مواطن، راهم يتبعوا فيكم، يتبعوا في الصحف، يتبعوا في القنوات، يتبعوا في الاذاعه، يتبعوا في الاطباء، اللي يعني واحد ما هو مقصر من هذا الجانب. كل الشروط باينه واضحه، مثلا احترام المسافه، وقايه النفس، مثلا العمال اللي لازم يكون عندهم قفازات الى اخره. شفنا باللي يوم عن يوم الجزائري راهو يزيد يحتاط اكثر فاكثر، رغم انه فيه بعض النقائص، نقص مثلا بعض المعدات الى اخره. احنا درك المعدات احنا نسهروا باش تكون متوفره عند الناس اللي راهم قايمين في الواجهه، اللي راهم في الواجهة، في الصف الأول. مثلا عمال الصحة اللي يعني قد ما نحييهم ونشكرهم قليل، ونترحموا حتى على أرواح المواطنين، وخاصة الأطباء يعني اللي ضحوا بنفسهم، وهذا أحسن مثال اللي اليوم نقدروا نقتدوا به باش نحافظوا على هذا الأرواح. تم يعني تكثيف ساعة عمل عمال الرقابة مؤخرا لتطبيق كل هذه الإجراءات مؤخرا، يعني كيف كانت ردود عام فعل التجار بعد رفع يعني تسبيق رفع الحظر في بعض المناطق والولايات الجديدة؟ والله شوف، كي نتكلموا على اعوان الرقابة، انا نحب نخلي الناس اللي يحكموا علينا في الميدان، لانهم ضحوا ومازالهم يضحيوا وما يستناو حتى مقابل، لأن المهام تاعهم مهام نبيلة. الركيزة تاعها هي حفاظ على أمن وصحة المواطن، ولكن ما نساوش الحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة كما قلت لك في هذا الظرف الخاص، هذا الظرف الاستثنائي. احنا لاحظنا مثلا دوك كاين بعض المواد اللي فيها تذبذب، وهنا نصحح لما يقال هنا وهناك، يقول لك بينوري وانقطاع لا، كل المواد متوفرة وبكمية كبيرة، ولكن لازم تكون عندنا عقلانية في الاستهلاك، لازم نتفاداو التخزين المفرط، لأنه ما ننساوش باللي هذه المواد عندها مدة صلاحية وعندها شروط تاع حفظ، لازم نحترموهم. اليوم الواحد كي يدي مثلا كيسين من السميد ولا ثلاثة في مدينة تتميز بالرطوبة، على 15 يوم 20 يوم راح يفسد هذاك السميد، وراح يرميه ويصبح من بين المبذرين. احنا نحاولوا نحافظوا على القوت اليومي للجزائري في هذا الظرف الخاص، رغم انه المخزون يكفينا حتى للسنه المقبله، وهذا كل المسؤولين وعلى راسهم رئيس الجمهوريه ولا السيد الوزير الاول ولا السيد وزير التجاره كل يوم ينوهوا به في تدخلاتهم. لاحظنا حاليا احنا كنا مثلا في الضغط هذاك اللي عرفوا الطلب، مثلا في ماده السميد سمحنا
مثلا للمطاحن باش تفتح نقاط بيع. عاودنا تراجعنا بصفة سريعة جدا لأنه لاحظنا باللي نقاط البيع هذيك يقدر يكون عليها تزاحم ورايحين نساهموا في انتشار المرض. عاودنا تراجعنا ورجعنا إلى شبكة التوزيع العادية اللي هي المصنع يعني المطحنة مثلا إلى موزع الجملة، تاجر الجملة، تاجر التجزئة، وخاصة الفضاءات الكبرى بما يسمى بالسوبرات والسوبر مارشي. والأمور راهي تعاود تولي لمجاريها، ولاحظنا في أغلب الولايات تحسن في تموين السوق بهذه المواد الأساسية. وهل يتم مراقبة هذه العملية من المصنع إلى بائع؟ شوف، اتخذ قرار من طرف المسؤولين على القطاع على رأسهم السيد الوزير باش يكون عون رقابة في كل مطحنة يظهر على كيفية صنع، لأنه ما نسوش هذه المادة كذلك اللي هي قمح صلب ولا قمح لين. لأنه ما نهدروش غير على السميد، نهدروا على السميد، على الفارينة، على الزيت، على السكر، على كل المواد الأساسية مدعمة من طرف الخزينة العمومية. وما لازمش نلعبوا بها. مدام راهي مدعمة، احنا اخذينا قرار في وزارة التجارة باش يكون عون من وراء كل مطحنة يظهر على كيفية صنع، لأنه تعطى كميات. وهنا زملائنا في وزارة الفلاحة من خلال الديوان الجزائري للحبوب اخذوا قرار باش يسبقوا الحصة تاع المطحنة. مع الأول بدينا بخمس أيام مسبقة من الشهر اللي فات باش نقدروا نداركوا هذاك الطالب الملح وهذاك الضغط الكبير. ضخوا كميات كبيرة من القمح الصلب باش تحول إلى سميد. باش تكون سيرورة في التوزيع ويكون استقرار في السوق وما يكونش ضغط على هذه المادة. اليوم زدنا خذينا قرار اللي هو توضيب هذه المادة في 5 كيلوغرامات ولا 10 كيلوغرامات باش تكون عقلانية في الاستهلاك. إضافة إلى القرار اللي يقول عون من مصالح وزارة التجارة يعني المصالح الخارجية اللي هي المديريات الولائية للتجارة، يكون في كل مطحنة يظهر على كيفية التصنيع، احترام الحصص، كيفية التوزيع، ويشوف الناس هادو باش كذلك. فيه واحد الظاهرة بدأت في بداية الأزمة وهي المضاربة. كاين المصالح المشتركة بين مصالح وزارة التجارة ومصالح الأمن، وقفنا على عدة أمثلة ما تشرفش شبه التجار هادو. يعني سلوك ما اعتدناش عليه في هذه البلاد. خاصة وأنه التاجر عودنا في التاريخ، احنا شفنا الوقفات تاعو مثلا في الثورة التحريرية، شفنا الإضراب المشهور اللي أصبح يضرب به المثل، يخرجون طفيليين باش يشوهوا صورة التجار النزهة. احنا هذو المضاربين اتخذ في حقهم قرار الشطب من السجل التجاري وما يكونش عندهم حق في ممارسة التجارة، لأن التجارة مخصصة للناس النزهاء فقط اللي يعرفوا قيمة الخدمة العمومية والعمل الجواري. وفي وقت يطلب من المواطن ربما عقلنة الاستهلاك، تم مؤخرا إصدار قرار إجبارية التصريح عن المخازن، كيف تعاملتم مع هذا القرار الأخير؟ شو احنا هذا القرار قانوني. احنا توجهنا للتجار النزهاء من خلال ممثليهم، تجار الجملة أولا، وكنا استقبلناهم في وزارة التجارة، تم استقبالهم من طرف المسؤول الأول على القطاع، وقطعنا عهد على أنفسنا معهم، تفاهمنا باش يكون التصريح بمبادرة منهم وتعهد بتسوية الوضعية. إن شاء الله كنت تفوتوا هذه الأزمة بخير وعلى خير، يجيوا يباشروا الإجراءات القانونية. اليوم احنا نسلموا لهم وثيقة اللي بها ثبتنا عن وجود مخازن مثلا، لأنه دوك تاجر الجملة اللي يخدم يعني الله يبارك لازم له أمكنة وين يخزن المنتوج. على الأقل يسمح لنا باش نفرقوا بينه وبين التجار هذوك اللي قاموا بعمليات المضاربة والاحتكار، لأنه هو تاجر نزيه. بكل بساطة يتقدم بطلب إلى مديرية التجارة المختصة إقليميا، ويخرج معه تخرج معه فرقة قوم بالمعاينة واش راهم خزن إلى آخره، وتكون عنده هذه الوثيقة يقدمها إذا كان فيها رقابة سواء من مصالح الأمن ولا من مصالحنا، باش يبين باللي هو راه يعمل على حسب الشروط القانونية. وفي حال مخالفة هذه الشروط القانونية الشطب من السجل التجاري، المتابعة القضائية، وما تعودش عنده صفة التاجر.
نعم جيد، أنها عقوبات شديدة نوعا ما وتجب في هذا الوقت بالذات. شوف الأزمة تولد الهمة، احنا صح. تعلمنا حتى كاين بعض النقائص اللي احنا نتحملوا مسؤوليتها، دوك رايحين نداركوها، لأنه هذه الأزمة رايحة تغير أمور عديدة وعديدة جدا. نعم جيد. فيما يخص بنقاط البيع التي استحدثت مؤخرا من المصانع مع تنوعها وتنوع المواد إلى المواطن مؤخرا، هل ما مدى سيرورة هذه النقاط أم هل هي متواجدة حاليا؟ لا احنا قلنا باش نتفاداو يعني ليس من كل المسببات، يعني النقاط التي استحدثت لبيع ببيع بالثمن الذي يخرج من المصنع، النقاط الأخرى عادة المصانع. إذا كان عنده سجل تجاري وعنده صفة التاجر هو حر ويتقيد بالقوانين اللي تضبط النشاطات التجارية. كل القوانين سواء القانون الخاص بالنشاط التجاري، بالممارسات التجارية، بمحاربة قمع الغش، حماية المستهلك، إلى يعني كل القوانين اللي تقنن وتنظم النشاط التجاري في الميدان، هو حر يحترم السعر لأنه فيه قانون. وما ننساوش باللي فيه آليات اللي نقدروا يعني نستفعلوها ك ك كوزارة، وهي مثلا قانون المنافسة اللي يسمح لنا في حالة ما إذا شفنا مثلا ضغط واختلال كبير وعدم احترام الأسعار لبعض المواد، باش نسقف هذيك الأسعار ولا نسقف الهوامش تاع هذا المواد. نعم جيد. ونحن على مشارف رمضان الكريم، استبقنا شهر استهلاكي آخر، هل هناك استراتيجية جديدة سوف تتبعونها؟ يعني سوف يكون استهلاكين إن صح التعبير في وقت واحد فيما يخص هذه الأزمة، أزمة كورونا ورمضان على الأبواب. شوف احنا يا كما يقول لك استبقنا الأمور هذه كل، احنا ما كناش نستناو في هذه الأزمة. بدينا نصبنا الأفواج المشتركة بيننا وبين القطاعات الأخرى، وعلى رأسها وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة، مع كل المهنيين، مع كل الدواوين اللي مكلفة بضبط السوق. قلت لك ديوان الحبوب، ديوان الخضر والفواكه واللحوم، ديوان المكلف بالحليب ومشتقات الحليب، إضافة إلى الشركات العمومية اللي كذلك ممثلة في هذه الأفواج المشتركة. بدينا التحضيرات في بداية جانفي 2020، يعني بديناها قبل الوقت، واللي هي اللي سمحت لنا اليوم بفضل الله وبفضل تكاثف جهود الجميع باش نواجهوا هذه الأزمة. علاش اليوم رانا بكل أريحية نقولوا باللي فيه مخزون كافي حتى للسنة المقبلة، لأنه الله عز وجل بصر المسؤولين هذو باش نصبنا هذه الأفواج المشتركة وبشرنا أعمالنا وحضرنا كل المخزونات. اليوم نقول لك مثلا رانا ننتظروا في إنتاج فلاحي بإذن الله يعادل 1,600,000 طن من الخضر الطازجة. ما عندناش مشكل في البطاطا، ما عندناش مشكل في البصل، ما عندناش مشكل في الطماطم الطازجة. المشكل الوحيد اللي يقدر يكون هو الإقبال الكبير للمواطنين والاستهلاك المفرط ولا التبذير. لكن يعني فلنكن صرحاء، في بعض المحال احنا تلقى عندنا غير الصراحه في وزاره التجاره. نعم، في بعض المحال التجاريه ربما التي يكثر عليها القبول من قبل المواطن، اين يكمن الخلل سيدي الكريم في عدم وجود بعض المواد على غرار السميد؟ يعني مؤخرا لكي نجد كيس سميد نطوف كل المتاجر لايجاد كيس سميد واحد. أنا يكمن الخلل هنا، هل في التوزيع أم هل في زيادة الاستهلاك؟ لا، ما نتكلموش على خلل في هذا المثال على وجه الخصوص. مادة السميد احنا نعرفه مثلا من خلال ملاحظة السوق، من خلال تتبع نمط الاستهلاك، يعني بكل صراحة عم يتبعوا فينا المواطنين. شكون اللي كان يعجن كل يوم في داره؟ وشكون اللي يقدر مثلا يدير كل المأكولات هذه والمخابز مفتوحة؟ اليوم الظاهرة اللي رانا نلاحظوها، الخبز راهو في المخابز مكدس. السبب لماذا؟ لأن الناس اشراوا واقتناوا كميات كبيرة غير معتادة من السميد ومن الفارينة. شايفين باللي لازم يستهلكوها هذا الناس، يعني اللي عندهم كيما نقولوا احنا شويه حس هكذا، يقول لك انا ما نفسدهاش، مادام عندي سميد نعجن، ندير مطلوع ولا ندير كسره ولا ندير رخصيص الى اخره ونستهلكوا. وحنايا ضغطنا
على الخبازين باش يقعدوا مفتوحين رغم كل الصعوبات. صعوبات نعم. واحد هربوا له العمال، واحد يشكي النقل ما كاش باش يجيب المواد الأولية إلى آخره، ورغم ذلك ونشكرهم ونشكرهم جزيل الشكر لأنهم قاموا بواجبهم ومازالهم قايمين به، ورغم الساعات القليلة، لأنه ما تنساش باللي الخباز كي تكون الناس كل راقدة الخباز هو يخبز باش يوفر لك هذيك الخبزة. احنا هذه الكميات التي اقتنت من السميد كميات الهائلة اليوم راهي تحول داخل المنازل، اللي عمره ما دار القاطو دار القاطو، اللي عمره ما دار مانيش عارف انا يا مطلوع ولا ذاك ويدير فيه. هذا أولا. الظاهرة الثانية وللأسف اللي بدينا نشوفه في بعض الأمثلة وهي المضاربة، الجشع والطمع تاع بعض شبه التجار. راني نأكد ونقول شبه التجار، لأنه اليوم كاين تجار وقفوا وقفة وقفة رجل واحد. نشوف مثلا تجار الجملة لسوق السمار اليوم فاجئونا بعملية تضامنية تاع 70 طن من المواد الغذائية. واحد اللي يدير لك حاجة كي من هذه ماهوش طماع، ما عندوش الجشع. واحد اللي طامع في المواطن البسيط يروح يخبي عليه السميد ويخبي عليه الزيت ويخبي عليه السكر. الظاهرة الثانية واللي راح نواجهها بكل قوة وبدت تمد في النتائج يعني تاعها، وهي المضاربة وتكديس السلع لغرض التهريب. يعني واحد يخلي داره باش يعمر دار الناس. اليوم نعم. شفنا أمثلة وقدمتهم التلفزة يوم نعم. أمس فقط نعم. نعم. في بعض الولايات الحدودية الناس تخبي في الزيت والسكر لتهريبها إلى ما؟ لتهريبها إلى الخارج نعم. رغم أنه المسؤولين تاع الدولة أخذوا على عاتقهم كذلك تزويد الدول المجاورة مثلا بمادة السكر، لأنه ما عندهمش إنتاج، ومدام إحنا عندنا نوعا ما فائض نعم. قلنا معليش خاوتنا لازم نعاونهم بحكم العلاقات. نعم جيد. وفيما يخص الآن نعود إلى نقطة فرص هذه الحصة، ولاية البوليدة يعني شفنا الهبة التضامنية الكبيرة من قبل التجار، كيف هل أنتم من اتصل بهؤلاء التجار وكيف كانت الاستجابة سيدي؟ أخي العزيز للأمان احنا ما اتصلناش بالتجار هذو، والعديد من التجار والمهنيين الكبار والمصنعين الكبار يا أخي جو وحدهم، وإحنا وضعوا فينا الثقة ووضعوا الثقة حتى في السلطات العمومية وتقدموا بهبات وتبرعات كبيرة وكبيرة جدا في حتى اللي ما هوش مختص في بعض الآلات الطبية وراح اقتناها وجو قدمها. اليوم يعني كل واحد يعني كاين شهود عيان يشوفوا هذه الوقفة، وهذا مش غريب يعني على الجزائري يعني غير صح. تتيه شوية برك هكذا تلقاه ينفجر. أنا قلت لك ما عدا هذا الطفيليين يعني الحمد لله راهم أقلية احنا ما نحسبهمش ما نديرهم شغل ما عمرنا ما شفناهم. حتى المواطنين البسطاء تشكلوا في لجان ويقدموا في دروس لهذا الناس اللي كنت نتكلم عليهم من قبل نعم. إضافة إلى الحركة الجمعوية. جيد. اليوم فيه جمعيات المجتمع المدني، فيه جمعيات محلية وفيه جمعيات وطنية وكاين تكتلات تاع تضامن شكلت. وهذا علاش قلت لك الجزائر ماهيش رايحة تكون ورايحة تقعد كما كانت من قبل، رايحة تتغير. نعم. هذا الأزمة علمت لنا حوايج بزاف إيجابية والجمعيات التي نحييها بالمناسبة. اسمح لي برك نعم. بصح ماشي كي نشوفوا هكذا نرقدوا نقولوا خلاص ورانا تبرعنا ورانا. انا دوك اليوم الى 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 مواطنينا الى عائلاتنا الى اخواننا في ولايه البوليده، اولا الوقفه تاعهم اعطتنا درس، باسكو وقفه الصبر وقفه انضباط باش ما يزيدش ينتشر المرض نعم. وهذه ماهيش عقوبه، بالعكس لا بالعكس نعم، هذه يعني امر حتى هما راهم يلقنونا في دروس سكان البوليده يعني يضربوا بهم المثل الان. نعم نظن هذه الدروس لازم نستفادوا منها ويستفادوا منها الجزائريين تاع الولايات الاخرى. نعم. وبالحديث عن هذا نمر الان الى اسئله مواقع التواصل الاجتماعي. الاسئله ربما هذا سؤال بسيط جدا، ما هي المحال التي تفتح في على غرار الصيدليات؟ هل هناك محال اخرى تفتح بعد ساعات الحجر؟ شوف فيها احنا قلت لك يوم عن يوم نعم. وكما تشوف التفاعل يعني تاع السلطات العليا للبلاد من خلال قناة وحدة وهي السيد الوزير الأول نعم. ومصارح الوزارة الأولى، لأنه نعم. الكل يصب
في اللجنة المركزية التي أنشئت لهذا الشأن يعني، واللي مشكلة من كل القطاعات. ودير في بالك باللي كل قطاع عنده لجان مختصة على حسب الاختصاصات. كما احنا اليوم رانا قايمين بإعداد نظام تاع تموين في حالة ما إذا، في حالة ما إذا شفنا باللي الوضع راح يزيد تأزم. عندنا الخطة باء، في حالة ما إذا الوضع يزيد كذلك خطورة. عندنا الخطة جيم، ما نقدروش نصرحوا بها في القنوات لأنه فيه بعض الأمور تعتبر أمور سيادية. من ناحية التموين أنا نطمئن المواطنين، والله العظيم ما راح يخص حاجة. الأمر الوحيد اللي نطلبوه من المواطنين هو التحلي بالانضباط وما يغيروش في نمط الاستهلاك، يديروا كأنه الأمر عادي جدا. ولما لا الاقتصاد؟ لأنه اليوم مش الاقتصاد الوطني فقط اللي راهو يعني تقاس، هو الاقتصاد العائلي كذلك. ولا تقاس الاقتصاد العائلي ما بقاتش. نعم. وما هي قنوات الاتصال وعلى آخر عبر الفيسبوك، ما هي قنوات الاتصال التي تقومون بها، يعني قنوات من المواطن إلى الوزارة المعنية وزارة التجارة فيما يتعلق باستقبال الشكاوى، شكاوى المواطنين؟ شوف شكاوى المواطنين احنا عندنا الرقم الأخضر 20-10. عندنا الأرقام الخضراء لكل جمعيات حماية المستهلكين، وإحنا اللي رانا في تواصل يومي معهم. عندنا كذلك المديريات الولائية للتجارة بممثلياتها في الدوائر اللي هي بالمئات. وعندنا الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة. وهذا سؤال يعني يخص مادة الحليب كما يشار إليه، يعني في بعض الشكاوى تصلكم كثيرا فيما يتعلق توزيع مادة الحليب. شوف مادة الحليب احنا يا اخي قبل ما تكون الأزمة هذه وشفتوا الحرب التي أعلنت كما قلت لك على شبه التجار. نعم. وشبه الموزعين. نعم. إلى آخره. الأمور راهي تدريجيا تتدارك. عندنا نقاط الظل، كنا في 690 بلدية ما فيهاش توزيع حليب. نعم. اليوم قضينا على كاع هذه البلديات وبقينا في فوج عمل مشترك مع زملائنا في وزارة الفلاحة. نظن أنه الاجتماع المبرمج يوم غد راح يقضي على كل نقاط الظل. اليوم قضينا على كل هذوك المئات وراح يكون فيه توزيع منتظم ومستمر ومستقر لهذه المادة. يعني حاجة واحدة. أنا ما نروحش نشري 5 أكياس باش نروح نجمدهم، لأنه هذا الحليب لا يجمد، يستهلك في وقته. هذا حليب يومي. هاو شوف كيفية التوظيب تاعو، وكل ما هو مدون فوق الكيس ما يسمح لكش باش تجمده. الإشكال الذي يقع أنه بعض المحال التي توفر مادة الحليب أصبحت لا يوزع إليها مادة الحليب مؤخرا. لا، الأمر مضبوط في بطاقية. نعم. وراح ننشر الحيثيات والنقاط المفصلة تاع هذا البطاقية في كل ولايات الوطن. في كل ولايات الوطن بما في ذلك نقاط الظل التي تحدثت بما في ذلك نقاط الظل. وكان قرار السيد الوزير الأول. نعم. وين رايحة كذلك الحصة من البودرة اللي هي كذلك ما ننسوش باللي مستوردة ومدعمة، ويعني اللي راح يتكلف أموال باهظة للخزينة العمومية. نعم. نعم. باش ما يكونش يعني فيه تبذير وما يكونش فيه إفراط في الاستهلاك. هذا كاين حصة إضافية باش ندعموا السوق في هذه الفترة. وكيف يتم تحديد قائمة نقاط الظل سيدي الكريم؟ بما يعني أنها نقاط بعيدة جدا بكل شفافية. نعم. ورحين يلاحظوها. ما هي الجهات التي تعاملت معها وتواصلت معها لكي تم تحديد وبالضبط هذه نقاط الظل لكي لا ننسى نقاط أخرى ربما؟ هذه القضية تسير فيها وزارة الفلاحة. جاي. من ناحية التموين بالبودرة. نعم. وتوصل البودرة هذه حتى للملبنات كي يخرج الحليب من الملبنات. احنا اليوم درنا بطاقية وين تعرفنا على كل الموزعين. جاي. برقم السجل التجاري تاعو، نقدر نقول لك حتى بطاقة التعريف تاعو. وعندنا لأول مرة بطاقية تاع كل موزع ما هي النقاط اللي مفروض عليه ومشروط عليه حسب التعاقد تاعو مع الملبنة اللي لازم يوصل لها الكميات تاع الحليب بلدية دكان بدكان. أين ستنشر؟ في موقع وزارة التجارة. في موقع وزارة التجارة. سؤال أخير سيدي الكريم، ما هي رسالتكم إلى التجار والمواطن؟ أولا رسالتي للتجار. نعم. النزهاء
وهم مشكورون على كل المجهودات اللي يبذلوا فيها يوميا، وما ينساوش باللي هما راهم يقدموا في خدمه عموميه، في خدمه جواريه. اليوم مثلا كي نشوفوا الحجر هذا، غدوه من غدوه يقدر هذاك التاجر هو اللي وصل القفه حتى لباب الدار تاع الزبون تاعو. ثانيا بالنسبه للمواطن، التحلي بالعقلانية في الاستهلاك، وتكون عنده ثقافة استهلاكية، وما ينساش روح التضامن، وما ينساش باللي لازم عليه يحارب التبذير، يحافظ على جيبه أولا، وما ينساش جاره ثانيا. ما ينساش. رسالة خاصة إلى كل أعوان وزارة التجارة، ونقول لهم لازم يتفانوا في مهامهم كما راهم عطونا درس من قبل يعطيونا درس اليوم، والدرس الكبير إن شاء الله في المستقبل. وشكرا لكم أنتم سيد لا شكرا على واجب للمدير العام لضبط وشكرا لكل التجارية. الصحفيين اللي راهم يساندونا في كل المهام تاعنا، ونحن في الخدمة، وهذه خدمتنا العمومية. تقبلوا تحيات الفريق التقني والصحفي الذي خدمكم، وتحياتي مني أنا سعيد طبال. السلام عليكم ورحمة الله.